بس تخلصوا منجيب الجاتو. ايه وخلينا نحط عليه سمعة. ايه طبعا رح نحط. انتي وزهرة بتتمنوا امنية وبتطفوها مع بعض، بس بالاول لازم تخلصوا اكل. الليلة رح تتحقق امنيتك يا زهرة، نحن التنتين رح نخلص من الصبي اللي ببطنك. شو هارون؟ أبي مالت على هلأ؟ لا يا أغا، ما في حدا شافه اليوم. طيب روح انت. انت كنت قاصد تضيعنا ما هيك؟ ايه حبيت اني خلص الناس من شرك. وشو الحل برايك؟ اه إذا عزت لقى الرجال وعرف الحقيقة منه، وقتها شو بنعمل؟ تأخرنا والله وما لحقنا. رحت لهنيك فكرت اسبق عزت وحاكي قل له لعبده ما يحكي شي، بس لما وصلت لهنيك عزت كان واصل من زمان وعبده قاعد وعم يحكي له. لقيت كم مفتاح بغرفة المدير، يمكن يكون واحد منهم. هات أنا بجرب. أنا بفتحه، أنا بفتحه. مو هاد العمى، مو هو ولا هاد. لا وهذا ما له علاقة بالمفاتيح. ايه هذا هو، هذا هو. لقيناه. هو أخيرا العمى. العمى ما كان ناقص عليه شيء. قطع الكهرباء. هاتوا شمعة، هاتوا شمعة بسرعة. ما حدا شو شمعة منين بتجيب شمعة؟ خلص ايدك بالاصوات اللي جواته. ايدك يا اخي. ما اجى عبالهم يقطعوا غير هلا. يا ربي شوف عبدك الفقير، ما في مصيبة بالدنيا الا وقعت فوق راسه. لك كل شيء عم يصير ضده. كيف يعني؟ عزة الدري اخرتك على ايدي. الله ينتقم منك، كل شيء صار انت سببه. بدل ما تضيعني كنت روح وضيع عزت. عدنان وأبوه عم يتخانقوا؟ أنا كمان هيك حسيت. أكيد عزت هو السبب. أوف. الله أعلم شو عم يصير. انسي هلأ، يلا البنات ناطرين الجاتو. أنا كنت بلجنة الإحصاء وما شفتك ولا مرة، من وين جيتنا هلأ؟ لك صار لي سنين بهالشغلة. إيه معناتها اترك هذا الصندوق تبعي. شبك من وين لوين؟ لا يكون صندوقك. اتركه اتركه. يلا يا حلمي يا سبع، لا تترك صندوق ابن عمك، حافظ على الصندوق يا سبع، يلا حافظ عليه. عمى لك شو عم تعمل؟ مو حلوة من عم تسوي. ليش هيك؟ اجت الكهرباء. لكن زيل بقى. مستحيل، بهالصندوق مستقبلنا ومستقبل العيلة كلها. شو رأيكم هلا؟ شو بدنا نعمل؟ كل شي انتهى عدنان، هاي النهاية، صار وقت ندفع تمن الشي اللي عملناه. في عزت في، راح احكي لك كل شي اليوم. شو الشي الجديد اللي بدك تقوله يا عمي؟ راح يجي بعد شوي وانا راح احكي له كل شي لازم يعرفه. اصحك تعملها.
رح أعملها. ما عاد فيني أعيش مع هذا الذنب. يلا حبيبتي تمني أمنية وبعدين طفي الشمع. يا ربي بترجاك ساعدني لحتى أقدر أطلع من هالحياة الصعبة وبلش أنا وأمي حياة جديدة. برافو. مساء الخير. مساء النور يا آغا. أهلا وسهلا آغا. أهلين فيك، كيفك يا رستم؟ الحمد لله تمام. ابنك كان مريض ما هيك؟ كيف صار؟ نشكر الله طاب يا آغا، وعم يركض وراء أمه من قرن لقرن. منيح، المهم يكون بخير ويركض مثل ما بده. خود صف لي هالسيارة. على عيني يا آغا. يعطيكم الله يعافيك. بتمنى تكون حياتك الجاية حلوة ولذيذة مثل هالكيك. يلا لنشوف. مساء الخير، صحتين وهنا. الله معك. شو طالعة دكتورة زينب؟ ايه هلأ خلصت شغلي. تعرفي انه امك هون بالمشفى؟ امي هون بالمشفى؟ ايه جابوها اسعاف وكانت تعبانة. وهلأ كيف صارت؟ عملنا لها اللازم وهي بالغرفة. طيب يسلموا. أهلا وسهلا عزت، جوعان شي؟ لا أمي يسلموا، عمي قال لي إجي، قال بده يحكي معي. عمك لسه ما رجع لهلأ، ليش بعد وراك؟ ما بعرف ستي، قال بده يحكي لي شي مهم كتير. خير إن شاء الله، أنتوا بشو عم تحتفلوا؟ عيد ميلاد زهرة بيكون اليوم. والله؟ تعي هاتي بوسة. تعال. عقبال المئة سنة يا زهرة، لو عرفت أكيد جبت لك هدية معي. ما في لزوم للهدية يا عم عزت، أنت موجود بعيد ميلادي وهالشي بيكفيني. خجلتيني. يلا زهرة كلي الكيك، أمك عاملته كرمالك. يلا روحي. أمي أنت منيحة؟ شو صار لك؟ ارتفعت حرارتي شوي. انتي ليش لهلأ بالمستشفى وما رحتي على البيت؟ كان عندي حالة ولادة واضطريت اجي ومن شوي خلصت. اعطوكي شي دواء لتنزل حرارتك؟
أنا أما للدكتورة زينب ما ضل حدا بالمستشفى ما أجهدن فيني. منيح. أنت شو جابك على المستشفى؟ احكوا لشوف، هل قاتل منصور وينه؟ يلا احكوا وين مخبينه؟ ابني عود كلك شي لقمة. لا أمي ما بدي، راح أتصل بعمي.